أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ. قال سوناك في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لن يكون هناك ازدهار طويل الأمد بدون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ أو أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. أضاف سوناك أن هذا هو السبب وراء قرار حضور قمة المناخ في شرم الشيخ لمتابعة إرث مؤتمر غلاسكو للمناخ لبناء مستقبل آمن ودائم. We'll be right back.